الظروف اللي احنا بنمر فيها لعدم وجود موظفين مش هنقدر نستمر. خمس دقايق بس حضرتك، الموظفين بتاع الغرفه التجاريه راجعين تاني. خمس دقايق بس، خمس دقايق. لان في تليفونات بيجيلهم غلط يا دكتور تحركهم، في تليفونات بيجيلهم غلط تحركهم يمشوا. خلي بالك يا دكتور علاء، قرار سريع. يا انتخابات يا مش انت يا دكتور اشرف، يا دكتور اشرف. نعم. دول احنا جايين عشان نتفق، بس ما ينفعوش يقفوا الوقفه دي، ما ينفعوش من كده على غدر. يا انتخابات يا ما فيش انتخابات يا باشا. هي واحده. اصحاب الغرفه فين؟ معاك يا دكتور اشرف. انما السياسه تقف كده، كل ما هيقفوا كتير كل ما هيتضايقوا. انا في انتخابات يدخلوا يصوتوا دلوقتي وياخدوا القرار. مفيش انتخابات، مفيش موظفين يا باشا. يمشي 11 ونص. قرار الغاء او تاجيل الانتخابات قرار خطير، وحتى لا يقال ان اللجنه او اعضاء اللجنه او المستشار اساءوا تقديم الخدمه للصيادله. احنا دقيقه يا دكتور ايمن، دكتور اشرف سيبنا اتكلم. ادواته سهله، ادوات الموظفين ومستشار واوراق وقبل وقبل كل ده. احنا القضاء عنا مسؤول عن التعليمات النهائيه في الامن المسؤول. المسؤول الاول والاخير هو النقابه العامه على الدور التهريج ده. دورنا احنا، وانا مع النقابه العامه، دورنا احنا في النقابه الصحيه. مفيش امل. سلمي سلمي على بعض. انا السبب الاساسي في هذا الهرج والمرض هو النقابه العامه. من الاخر احنا دورنا بنرصد الوضع لحد ما نوصل نقطه لا عوده لانتهاء الموضوع. بس بنصلي الساعه 12 ومش عارف من الساعه 9 هنا. المستشار ممكن يقول لنا على ساعه حد اقصى نلتزم. هات خمس دقايق خلاص يا باشا. في قضيه جوهريه في الموضوع، اساس العمليه الانتخابيه الموظفين الحكوميين طبقا للتعليمات. الموظفين الحكوميين قرروا الانسحاب. لا نملك استكمال عمليه الانسحاب بناء على ايه؟ وعليه يا جماعه، عليه. احنا هنمهل نص ساعه ثاني ان امكن. لو في حد الساعه 12 هنلغي